السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. أول اليوم رح ناخذ الدرس الخامس بقراءة الأعداد وكتابتها. رح نتعرف كيف نقرأ الأعداد ضمن منزلتين ثم نكتبها. لنرى الآن كيف يقرأ أحمد العدد المكتوب على منزله. هذه العمارة رقمها 75. سنقوم بقراءة العدد من الآحاد إلى العشرات. السبعة هذه هي منزلة العشرات، والخمسة في منزلة الآحاد. إذا نقرأها، نبدأ بالآحاد ثم العشرات. 75. كيف تختلف قراءة العدد 42 عن قراءة العدد 24؟ أول شيء رح نحط الآحاد والعشرات ونميز بين العدد اللي بيجي في الآحاد والعدد الذي يأتي في العشرات. الاثنان هنا في منزلة العشرات، والأربع آحاد، إذا تقرأ 24. الأربع آحاد والاثنان عشرات. 24. 24. لنرى العدد الثاني. العدد الثاني هو 42. عند تحليل العدد، الأربعة في منزلة العشرات والاثنان في منزلة الآحاد. عند قراءة العدد نقرأ 42. إذا لاحظنا الاختلاف، 42 تختلف عن 24، لأن المنزلة في العشرات اختلفت ومنزلة الآحاد اختلفت. وعند قراءة الأعداد نبدأ في الآحاد ثم العشرات. لنرى هنا هذا الجدول، سنقوم بقراءة الأعداد الموجودة لدينا في هذا الجدول. سنقرأ الأعداد ابتداء من الآحاد إلى العشرات. العدد هنا 94. بدأنا بالآحاد ثم العشرات. 94. 21. شوفوا كيف بلشنا بالآحاد. 21. 21. 53. 53. العدد 32. شوفوا كيف لاحظنا بلشنا في الآحاد. 32. 64. 45. 77. 56. وهكذا نقرأ الأعداد من الآحاد إلى العشرات. سنقوم بقراءة الأعداد هنا وكتابة الأعداد. أستمع إلى معلمي وهو يقرأ الأعداد المكتوبة بالكلمات. زي ما حكينا، مش مطلوب منكم تقرأوا، بس مطلوب منكم تكتبوا. 53. لاحظ أني أنا بلشت في 3 في منزلة الآحاد، والخمسون في منزلة العشرات. 53. الثلاثة آحاد والخمسون في منزلة العشرات. السؤال الثاني، اقرأ معي. 48. 8 في منزلة الآحاد، و40 في منزلة العشرات. 48. يلا نحاول نقرأ السؤال الثالث. 79. 9 في منزلة الآحاد، و70 في منزلة العشرات. 79. وأخيرا 29. التسعة هذه نضعها في منزلة الآحاد، والعشرون نضعها في منزلة العشرات. 29. هكذا تكتب الأعداد عند قراءتها. هكذا قمنا بقراءة الأعداد وكتابتها. الآن يوجد لدينا تمثيل للأعداد، وسنقوم نحن بكتابة الأعداد. اكتب الأرقام الأعداد التي تعبر عن النماذج الآتية. عندنا هنا كم عشرة؟ عشرتين. حكينا العواميد هاي بتعبر لنا عن العشرات. هنا عشرتين. وكم واحد يوجد لدينا؟ 1 2 3 4 5 6. هذه المكعبات هي عبارة عن واحدات. سنقوم بعد الأعداد الآن. كم واحد لدينا؟ 6 واحدات. وكم عشرة؟ 12. إذا أصبح العدد 26. 26. لنرى السؤال رقم 6. كم عشرة يوجد لدينا وكم واحد يوجد لدينا؟ العشرات هنا 1 2 3 4 5 6 7 عشرات. وكم واحد؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 واحدات. عند كتابة العدد نبدأ في الآحاد، نضع الواحدات. 9 واحدات و 7 عشرات. 9 واحدات و 7 عشرات. 79.
يوجد لدينا سؤال في رقم 7، اكتشف الخطأ. قال علي أن العدد الذي فيه 5 عشرات و8 آحاد يقرأ 85. هنا يوجد خطأ، سنقوم باكتشاف الخطأ. أول إشي رح نكتب الآحاد والعشرات حتى نقدر نضع نحل الأعداد، نضع الآحاد في منزلة الآحاد والعشرات في منزلة العشرات. سنقوم بكتابة أول إشي منزلة الآحاد ومنزلة العشرات، هنا منزلة العشرات وهنا سنكتب منزلة الآحاد. العدد الذي فيه 5 عشرات، 5 عشرات أين توضع؟ توضع في منزلة الآحاد، في منزلة العشرات عفوا، هذه 5 عشرات، و8 آحاد سنضعها في منزلة الآحاد، إذا أصبح العدد يقرأ 58 وليس 85.